بتقول ان هي راحة عمرة، ده كلام مهم جدا، راحة عمرة، والان في توسعة للصفا والمروة، وفي اشكال حتى في بعض اهل الفضل وبعض اهل العلم قالوا بان العمرة لا تصح لان المسعى الجديد الان خارج حدود الصفا والمروة، وهذا كلام خطر وخطأ، وقد اثبت العلماء، اثبت علماؤنا هنالك، دي امانة اخواننا ومسؤولية عظيمة، اثبت علماؤنا هنالك، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله وهو المفتي وبرئاسة الشيخ عبد العزيز لجنة الافتاء وكذلك وزارة الاوقاف، واحضروا شهادات من آباء كبار تجاوزوا 100 عام والتسعين عاما، وذهب هؤلاء أمام القضاء في المحاكم الشرعية وأقسموا بالله قسما يرضون به ربهم أن هذا المكان في مكان السعي، أن هذا المسعى الجديد في مكان السعي في المسجد القديم، وهؤلاء أناس بينهم وبين الله لحظات، لا أتصور أن واحدا من آبائنا الكبار من أهل بلاد الحرمين ممن جاوزوا 90 و100 يكذب وهو يلاقي ربه تبارك وتعالى. فأرجو ألا يتكلم أحد من إخواننا حتى من أهل العلم هنا إلا بعد التثبت والتأكد، لأن هذه الفتاوى بدون تمحيص وبدون تثبت وبدون تحري يعني تحدث بلبلة عظيمة في الأمة، وبعدين نأخذ جهدا كبيرا وجهدا طويلا لإزالة هذا اللبس وهذا الغبش. فبفضل الله تبارك وتعالى علماء بلاد الحرمين ليسوا يعني لا ينبغي على الإطلاق أن يقلل أحد في أهليتهم ولا في صدقهم ولا في أمانتهم، فهم أهل علم وأهل فضل وأهل أمانة، ولا يحل لأحد أن يتهم هؤلاء بأن أحدهم قد يبيع دينه، قد يبيع دينه، من يتحمل هذه أمام الله تبارك وتعالى أن يقول للناس بأن العمرة صحيحة وهو يعلم أن المسعى في غير مكانه، من يتحمل هذا أمام الله عز وجل؟ فأقول لأمنا الفاضلة أبشري، والمسعى الجديد في مكان المسعى القديم، وهذه الزيادة والتوسعة أسأل الله أن يوسع عليهم وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء في موضعها شرعا وعقلا، في موضعها شرعا وعقلا. ومن يذهب ليرى حال الحجاج والمعتمرين ومن يسعون بين الصفا والمروة في الحج ولا سيما السعي بعد طواف الإفاضة يعلم أن هؤلاء الناس من المسؤولين في بلاد الحرمين يقومون بعمل عظيم، وعلى كل مسلم أن يدعو الله عز وجل لهم في هذه التوسعة المباركة، سواء كان في رمي الجمرات أو في المسعى للتيسير على الناس. أنا كنت هناك العام الماضي، والله العظيم أغلقوا أبواب الحرم، أغلقوا أبواب الحرم، وهذا لا يكون أبدا، لأن الناس في الحرم سيقتلون من شدة الزحام، في المسعى سيقتلون من شدة الزحام، فجزاهم الله خير الجزاء، وأقولها ورب الكعبة لله، لله جزاهم الله خير الجزاء على هذه التوسعة، وأسأل الله أن يوسع عليهم في الدنيا والآخرة، والعمرة صحيحة والسعي صحيح حتى في المسعى الجديد بشهادة المتخصصين والمتقدمين في السن من أبائنا الكبار ممن أقروا أمام القضاة الشرعيين بأن المسعى الجديد في موطن السعي القديم في المسجد القديم قبل التوسعة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأحمد الله أن وفقني للإجابة على كل ما طرح علي من أسئلة في هذه الحلقة المباركة.